الكلام عن البرمجيات والكلام عن المبيعات مغري جدا، لانه الاقتصاد الرقمي جمله بنسمعها كده مكلكعه في الاخبار، لكن عايزين نفهم تفاصيلها. وكمان عندنا تحدي انه هو انا ممكن، انا شخص عادي عندي منتج عادي ملوش دعوه بالتكنولوجي، استفيد من الفرص المتاحه اللي بيقدمها او بتقدمها الصناعه دي؟ طبعا الفرصه بتبان وبيبقى جنبها في تحديات عشان تقدري تاخد احسن تاخدي الفرصه دي باحسن صوره ممكنه. وطبعا كوفيد 19 والكورونا يعني ورتنا اسرع يعني بروجريشن للديجيتال ترانسفورميشن في التحول الرقمي على العالم كله، لانه احنا اول لما صحينا الصبح وقال لك انتوا في لوك داون ومفيش حد هيخرج من بيته، كان بالتالي ان انت لازم يبقى في بلاتفورمز، في منصات عشان الولاد يكملوا تعليمهم، ان انت تعرفي تشتري حاجتك، ان انت تتواصلي مع العالم الخارجي كله من خلال تكنولوجيا المعلومات. طب التحديات اللي قصادها ايه؟ هل الناس جاهزه؟ هل الاشخاص اللي هي مش بس الشباب اللي لسه صاعد، المواطن العادي 30 سنه 40 سنه 50 سنه، هل هيقدر يتفاعل بنفس القدره ونفس السرعه مع المنصات دي عشان يقدر يعمل يبقى جزء من الحياه الجديده؟ بالظبط كده. هو السرعه بقى اللي حضرتك بتقولي عليه، فين احنا من السوق العالمي وفين فين مصر من الكلام ده؟ لا، احنا يعني الحقيقه في الفتره اللي فاتت، في السنتين اللي فاتوا، وخطه مصر وخطه الدوله في 2030 ان احنا يبقى في تحول رقمي سريع، دي موجوده والخطوات فيها بقت اسرع بكتير. على يعني عشان بس اقول لك الناحيه الثانيه بقى، من ناحيه اي بي ام، حته الكوادر البشريه، اي بي ام عالميا عملت ايه؟ قالت لك احنا بنلتزم ان احنا نعلم 30 مليون فرد قبل سنه 2030 في مجالات مختلفه، اللي هي بتجهز الافراد دي ان هم يبقوا موجودين في السوق العالمي. وعشان اوصل للرقم ده عملت شراكه مع 170 مؤسسه وغير يعني NGO يعني non-profit organizations وهيئات وكل الكلام ده عشان توصل لأكبر عدد. وإحنا بنحاول إن إحنا نطبق الكلام ده هنا في مصر من خلال بقى إيه؟ من خلال المبادرات اللي حضرتك بتقولي عليها دي بتاعت وزارة الاتصالات والتفاعل مع بالضبط كده. الثلاث سنين اللي فاتوا بتوع الكوفيد وما بعدها فرقوا في مستقبل الاقتصاد الرقمي خطوات سريعة تقدري تصنفيها قد إيه؟ طبعا انت النهارده مش بس في القطاع الحكومي، لا ده في حاجات كتيره خاص، كل الناس دلوقتي بتدفع اونلاين، يعني اللي ما عندوش اونلاين ده بقى مش موجود، مش قادر حتى يعمل، مش هيقدر يتنافس. ترجمه كل التقدم اللي حصل ده والبرامج اللي حصلت على مدار السنين والظروف اللي حطتنا كانت تحدي بحسب كلامك فعلا، لكن طلع منها فرصه، ممكن يسرع عجله مشاركتنا في الاقتصاد الرقمي العالمي؟ او احنا فين وتتمني تشوفي مصر فين؟ اتمنى اشوف مصر في اعلى حته في الدنيا، لانه في مشاريع كتيره، في التواصل مع الشركات العالميه في مجالات كتيره جدا، هتلاقي ان انت مشروع العاصمه الاداريه، مشروع المونوريل، مشروعات كتيره جدا مخليه الاقتصاد المصري بينمو بخطه سريعه جدا. الانفستمنت اللي كمان بتيجي مصر، الناس اللي عايزه تستثمر في مصر النهارده من الشركات العالميه اكتر بكتير من السنين اللي فاتت، في وقت احنا بنقول في تحديات عالميه بقى طبعا انفليشن او تضخم وفي حاجات كتير، بس رغم كده جايين وهيجوا لان الفرصه موجوده هنا. الفرصه موجوده، وعشان كده هرجع اختم، بس انا عارفه اني بسال كتير قوي في الحته بتاعه الرقمنه والمبيعات، نقدر نبيع المنتج المصري ونسوقه في اسواق اكتر من خلال برضو المنصات الالكترونيه؟ فين الفرصه؟ يعني عايزه ابيع منتج من دمياط في اليونان، عايزه ابيع حاجه من سيوة في امريكا، كل ده السوشيال ميديا، المنصات المنصات الالكترونيه، هو ده شيب وورلد وايد. الحاجه الوحيده اللي هتوصلك في الكلام ده هي المنصات الالكترونيه. برضو لازم نعمل ماركتنج احنا. أيوة. يعني احنا حته التسويق محتاجين نعمله على سكيل كبير جدا. ولازم يبقى وفي دلوقتي حضانات وفي حتت اعمال بالظبط كده بتاخد المشروعات دي وتسوق لها وتجيب انفسترز مستثمرين يقدروا ينقلوا البرودكتس دي او السيرفيسز دي من بس مجرد تبقى سوق محلي لسوق عالمي. فدي طبعا كلها
مش هتحصل من غير ايه؟ التحول الرقمي. التحول الرقمي كل مرحله وكل تحدي اللي بعديه بيبقى احسن بكتير. بنعديه وبنعلى بنطلع. فاحنا ان شاء الله هنبقى احسن ناس.